التراويح في البيت أفضل ولا صلاة التراويح في المسجد أفضل بالنسبة للأخت؟ كانت أخت تسأل، والجواب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلو رغبت الأخت الفاضلة أن تذهب لتصلي التراويح في جماعة لأنها تشعر بأريحية وتشعر بقوة على الطاقة وبعدم التكاسل إن صلت وحدها، فلا ينبغي لزوجها أن يمنعها من ذلك، ما دامت تخرج منضبطة بحجابها الشرعي، تتقي الله سبحانه وتعالى وتعود مباشرة إلى بيتها بعد انتهائها من الصلاة. أما إن كان الزوج يمنع زوجته من الخروج إلى التراويح فلتمتثل ولتستجب لزوجها، فلتصلي في بيتها، ولا حرج عليها أن تصلي في بيتها وأن تقرأ القرآن من المصحف. وإن أرادت الأخت الفاضلة أن تسأل عن الأفضلية، أيهما أفضل، الزوج لا يمنعني، وأنا بفضل الله عز وجل قادرة على أن أصلي التراويح في بيتي وأن أصلي التراويح في المسجد، فأيهما أفضل، أصلي في بيتي أم في المسجد؟ الأفضل أن تصلي في بيتك، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد حيها. أما إن كانت تشعر بالتكاسل وربما تضيع قيام التراويح، قيام الليل وصلاة التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن كانت الأخت ترى من نفسها تكاسلا وتهاونا وتفريطا وتضيعا لصلاة التراويح، وترى أنها مع الجماعة يعني تكون صاحبة همة، فلا حرج عليها أن تصلي في بيت الله تبارك وتعالى، وألا يمنعها زوجها كما ذكرت حديث رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.